فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تزهيد الناس في الدعوة إلى التوحيد وقول إن أكثر الناس يقرون بلا إله إلا الله؟ هذا صد عن سبيل الله. الذي زهد الناس في الدعوة إلى التوحيد هذا يصد عن سبيل الله، يصد عن الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا هذه طوائف ظهرت أخيرا تريد تجميع الناس فقط دون نظر إلى عقائدهم وإلى نحلاتهم، وهذا لا يمكن أبدا. لا يمكن أن يجتمع الناس إلا على العقيدة مهما قالوا. قال الله جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما يجمع الناس إلا العقيدة التي جمعت الصحابة وجمعت الشرق والغرب وجمعت العرب والعجم تحت لا إله إلا الله. ما يمكن هذا. إذا بقوا على عقائدهم الضالة تفرقوا ولو اجتمعوا بأبدانهم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم.